أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. الأعزاء الكرام، جملة وتفصيلا، أصالة عن نفسي ونيابة عن الجمعية المحمدية لرعاية ومساندة المسنات والمسنين، نتقدم بالشكر الجزيل إلى المكتب المسير لبدارية الجمعيات العاصمة العلمية للتنمية المستدامة التي ننتمي إليها بافتخار واعتزاز، في شخص الرئيسة المحترمة الأستاذة سيهاب بلغيتي علوي. على تطبيق مثال خلال اليوم 13 من شهر بولس أبو سلطان، هذه الندوة الوطنية بمناسبة ذكرى 51 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله وأيده وأعز أمره، من قاعة المحاضرات بمقاطعة أجدال، إننا نهنئ ونبارك لأمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين هذه المناسبة المجيدة في هذا العيد السعيد، وإننا كجميع المغاربة نؤكد بأننا نسير دائما وأبدا وراء جلالة الملك من أجل الوصول إلى ما يخطط له العاهل الكريم من أجل رفاهية الشعب المغربي من البغاة إلى دخول الصحراء المغربية. أيها الفضلاء والفضليات، باسمكم جميعا نجدد الشكر للأساتذة والدكاترة المتخصصين على عروضهم الجيدة التي استمعنا إليها وتمعنا بها أثناء هذه الندوة الوطنية القيمة تحت عنوان ذكرى عيد الشباب، تجديد للمغرب المتجدد المتطلع إلى المستقبل. شكرا لكم أيضا. وفي نفس السياق يقول لساني عن ذاكرتي بأنه بروح الوطنية وربط الماضي بالمستقبل عن طريق الحاضر، إن شاء الله سيكون لنا مستقبل أحسن وجيد، لأن المغاربة شيوخ وشباب ينخرطون في الإصلاح بكل جد، أقول بكل جد، لرفع سمعة الوطن عالية بين الأمم وتحصين لكل من يريد به شرا. السؤال المطروح موجه إلى المحترم السيد عبد الحق الزرلاج. دكتور، après avoir prêté une attention particulière à votre intervention intitulée Les enjeux et les défis d'intégration sociale et politique des jeunes marocains, on doit vous demander quelles sont les causes qui entravent l'excellente éducation des jeunes. Et comment peut-on remédier à la situation au fait de collection de dommages négatifs des contrevenants, et ce, avec nos remerciements anticipés. Merci à vous. Hello.